بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي أخواتي زملائي زميلاتي أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعا سمعنا موضوع عدم اعتماد برنامج كلية الصيدلة جامعة طرابلس طبعا، وهذا الموضوع يهم الجميع وخاصة نحن الصيادلة. وبصفتي كأكاديمي ولي تجربة في ضمان الجودة، أحببت أن ألقي برأيي في هذا الموضوع. بصفة عامة، الاعتماد أو what's known as accreditation usually، هناك نوعان من الاعتماد. النوع الأول يسمى بالاعتماد المؤسسي، والنوع الثاني يسمى بالاعتماد البرامجي. بالنسبة للاعتماد المؤسسي، دائما هو اعتماد لمؤسسة زي الجامعة مثلا. الجامعة هو اعتماد المؤسسة التي لها ذمة مالية منفصلة، يعني لها ميزانية ولها حساب إدارة مالية وهكذا. هذه الجامعة لابد أن، أو المؤسسة والاعتماد المؤسسي، لابد أن تكون لديها إدارات خدمية لتخدم أعضاء التدريس ولتخدم الطلاب ولتخدم الموظفين. إدارات مثلا زي إدارة الدراسات العليا، إدارة مثلا المالية، إدارة الامتحانات وهكذا. وكذلك وجود مكتبة مركزية تقوم بتزويد نشاطها إلى طلبة وأعضاء التدريس. هذا ما يخص الاعتماد المؤسسي. يبدأ الاعتماد المؤسسي يتم لمؤسسة ذات ذمة مالية مفصولة وحدها، عندها ذمة مالية، عندها ميزانية تصرف منها، وعندها إدارات. هذه الإدارات تقوم بتقديم خدمات لجميع المؤسسة، جميع الكليات التابعة للمؤسسة. فزي جامعة طرابلس هذه مؤسسة. النوع الثاني من الاعتماد هو الاعتماد البرامجي. والاعتماد البرامجي يعني إيش؟ يعني اعتماد البرامج الدراسية في الكليات، زي مثلا اعتماد برامج دراسية للدراسات العليا، أو اعتماد البرامج الدراسية الأولية مثلا بكالوريوس صيدلة. أوكي. يبدأ في الحالة هذه عندنا اعتمادين مختلفين، اعتماد مؤسسي واعتماد برامجي. الآن إيش اللي حصل بالنسبة لكلية الصيدلة؟ كلية الصيدلة قدمت اعتماد مؤسسي أولا، وتم اعتمادها كمؤسسة. وطبعا كان لي رأي في هذا الموضوع في البداية، وقلت أن كلية الصيدلة ليست بمؤسسة لكي تعتمد مؤسسيا، لأن كلية الصيدلة عبارة عن برنامج من البرامج اللي تتطرحها المؤسسة العليا اللي هي الجامعة. فبالتالي المفروض الاعتماد يكون لجامعة طرابلس، الاعتماد المؤسسي لجامعة طرابلس، وبعدين يجي الاعتماد البرامجي. فهذه أول حاجة، يبدأ الاعتماد، عندنا نوعين من الاعتماد، اعتماد مؤسسي واعتماد برامجي. الاعتماد هذا يشمل جهتين مختلفتين، وهذا الحكاية المشكلة اللي هو كثير من الناس واقع فيها يعني تضارب. فالاعتماد في جهة مانحة للاعتماد، جهة مانحة للاعتماد زي مثلا مركز ضمان الجودة. مركز ضمان الجودة في ليبيا هي الجهة المانحة للاعتماد، ولا جهة مقدمة للاعتماد يعني طالبة للاعتماد. وفي الحالة هذه الجامعات والمؤسسات التعليمية الاثنين، الجهة المانحة اللي هي تمثل بمركز ضمان الجودة في ليبيا، والجهة الطالبة اللي هي الجامعات، الاثنين عندهم معايير مختلفة. هي في الحالة هذه فيه سوء فهم بالنسبة للمعايير. فمثلا نلقى مثلا الجهة المانحة اللي هو المركز ضمان جودة شنو يطلب مثلا؟ فمثلا أن الجهة المانحة اللي هي مركز ضمان جودة تطلب من معاييرها، في المعايير متاعها، أن يكون للبرنامج الدراسي اللي طالبين الاعتماد يكون له أهداف ومخرجات. هي لا تحدد الأهداف والمخرجات، هي فقط تقول أن البرنامج لابد أن يكون له أهداف ومخرجات. من يضع الأهداف والمخرجات؟ اللي يضع الأهداف والمخرجات هي الجهة الطالبة اللي هي الكليات. فالكليات تحدد أهدافها وتحدد مخرجاتها. يعني برنامج كلية الصيدلة لا يقوم مركز ضمان الجودة بتحديد الأهداف والمخرجات، ولكن اللي يقوم بتحديد الأهداف والمخرجات الكلية بحد ذاتها. هذا أول اختلاف. يبدأ مركز ضمان الجودة لا يحدد الأهداف والمخرجات، هو يطلب أن يكون للبرنامج أهداف ومخرجات، ولكن تحديد الأهداف يتم من الكلية. مثلا مثال آخر، أن مركز ضمان الجودة يطلب كمعيار أن تكون هناك آليات لقياس المخرجات.
آليات لقياس المخرجات. هو لا يقول ما هي هذه الآليات، هو بس يقول إن أنت ككلية لابد أن يكون عندك آليات لقياس المخرجات. أوكي؟ من يحدد هذه الآليات، آليات القياس؟ من يحددها؟ الكلية اللي هي جهة الطالبة هي اللي تحدد آليات القياس، هي التي تختار آليات القياس. آليات القياس هي الآليات اللي حتقول إن الكلية حققت الأهداف والمخرجات متاعها. أوكي؟ مثلا يبدأ هذا ثاني معيار، المعيار الأول الأهداف والمخرجات تحدد من قبل الكلية، ثاني حاجة آليات القياس تحدد من قبل الكلية. ثالث مثال مثلا إن مركز ضمان الجودة كمعيار يطلب عدد الساعات التدريس في الكلية اللي هي يسموها الوحدات التدريسية، قديش وحدة البرنامج، البرنامج قديش وحدة. هو لا يحدد عدد الساعات التدريسية أو عدد الوحدات، هو يعني بس يطلب إن لازم تقول له شنو عدد الوحدات. اللي يقوم بتحديد العدد الوحدات هم الكلية. الكلية تقول والله لكي يتخرج الطالب من كلية الصيدلة لابد أن يتحصل على مثلا 160 وحدة دراسية، وهكذا. هذه المعايير، يبدأ أول حاجة في معايير عامة تخص المركز، وفي معايير خاصة تخص الجهة التي تمنح الدرجة العلمية اللي هي الكلية طبعا. فبالتالي نستطيع أن نقول إن المعايير مركز ضمان جودة هي معايير استدلالية، يعني يستدل بها في أعداد الدراسة الذاتية للكلية، يعني هي ليست معايير صماء، ليست معايير محددة، لأن كل برنامج له خصوصياته، فهم يحددوا بس النقاط العامة. يبدأ المعايير اللي تخص مركز ضمان جودة يعتبروها معايير استدلالية، يعني يستدلوا بها لإعداد وما يعرف بالدراسة الذاتية. ولكن المعايير متاع الكلية هذه هي المعايير أكاديمية، معايير أكاديمية. شو معنى معايير أكاديمية؟ معناها معايير تطبيقية، يعني تطبق على الواقع الموجودة لتطبق. أوكي؟ يبدأ هذا في دائما فيه سوء فهم للمعايير، فكل الناس تعتبر تعتقد أن مركز ضمان الجودة هو اللي يحط في المعايير. لا، مركز ضمان الجودة يحط في المعايير الإرشادية أو الاستدلالية. أوكي؟ أوكي. نعم. يبدأ هي هذه الفرق ما بين المعايير مركز ضمان الجودة ومعايير الكلية. الآن كيف يتم تقديم الاعتماد؟ الكلية عادة زي كلية الصيدلة مثلا تجهز ما يعرف بالدراسة الذاتية. الدراسة الذاتية ولا السيلف ستدي، يسموها السيلف ستدي، هذه تحتوي على كل المعايير العامة المحطوطة من المركز وكذلك المعايير الخاصة بالكلية. فمثلا المركز يقول نبي الآليات اللي استعملتوها لقياس المخرجات، في المعايير متاع الكلية تقول والله احنا استعملنا كذا وكذا وكذا لقياس المخرجات. أوكي؟ فهذه السيلف ستدي لازم فيها في النهاية conclusion، لازم فيها واحد يقول والله احنا برنامجنا بعد ما درنا الدراسة الذاتية وجدنا أن برنامجنا بيرفكت، ممتاز، ما فيش أي مشكلة على الإطلاق، أو أن برنامجنا لقينا فيه شوية سلبيات، والسلبيات هذه ممكن تصحيحها في المستقبل ويقولوا عن طريق كذا وكذا. أوكي؟ فهذه الدراسة الذاتية تقدم لمركز ضمان الجودة. مركز ضمان الجودة يستلم هذه الدراسة الذاتية وبعدين شنو يدير لها؟ يشكلها فريق تدقيق يسموه اللي هو inspection group، فريق تدقيق والانسبكشن تيم. الفريق التدقيق هادو ناس خبراء، مش اي حد يحطوه باش يقوم بتدقيق برنامج دراسي، يعني لازم المدقق هذا يكون عنده خبرة طويلة في اعداد الدراسة الذاتية بالتخصص متاعها، يعني هو مشارك عدة مرات في اعداد الدراسة الذاتية لبرنامج الصيدلة مثلا، وكذلك لازم يكون عنده خبرة في التفتيش والتدقيق لكليات مختلفة. اللي عندنا احنا صاير هذا شيء غريب، يعني ياخذوا واحد يعطوه تدريب لمدة اسبوعين فقط، عمره مقام بإعداد دراسة ذاتية وعمره مقام بأي تفتيش سابق، ويبعتوه ويحطوه رئيس مفتشين لبرنامج دراسي. بالحالة هذه what you expect، شنو حتتوقع حيصير؟ حيصير خلل في عملية التقييم طبعا. بعد يبدأ هذه هي التقديم. بعد ما يتم التقديم وبعد ما يتم تعيين المدققين، المدققين يقوموا بزيارة الكلية، يشوفوا الواقع كما هو، طبعا يديروا دراسة كاملة للواقع الموجود في الكلية، وبعدها يقوموا بتقييم
الدراسة الذاتية. يقول والله الدراسة الذاتية، تو شوفوا القصد، يعني الدراسة الذاتية هي كل شيء. يعني المقيم هذا عبارة بيشوف هل الدراسة الذاتية هذه وفت بالملتزمات المطلوبة في المعايير أو لا، وهل النتائج المتحصل عليها في الدراسة الذاتية هل هي نتائج صائبة أو لا، هل في النهاية الكلية حققت غرضها بالأهداف المرجوة أو لا. هذا مطلوب، لكن اللي يصير هنا كلام مش عارف، خليط من تعبئة النماذج بطريقة معينة من غير فهم ومن غير ارتباط، وفي النهاية يحطوا تقرير ضعيف جدا لا يفيد الكلية ولا يفيد المركز في اتخاذ القرار. المهم الآن بعد ما فريق التفتيش يقوم بالتفتيش، يقوم بتقديم تقريره لمركز ضمان الجودة، ومركز ضمان الجودة ياخذ قرار. نعم خلاص وصلنا إلى مربط الفرس، وصلنا إلى آخر نقطة. مركز ضمان الجودة بعد ما نظر في تقرير مقدم من برنامج تدقيق لبرنامج كلية السيطرة رفض اعتماد كلية السيطرة. هذه مشكلة كبيرة، لأن القرار غير صائب. عادة من النادر جدا يتم رفض برنامج إلا إذا كان هذا البرنامج فيه أخطاء كبيرة جدا لا يمكن تصليحها، وفي الحالة هذه يتم قفل البرنامج بالكامل، يتم توصية قفل البرنامج بالكامل وتصليح البرنامج تصليح كامل. ولكن هذا في كلية الصيدلة غير طبعا غير صحيح. كلية الصيدلة كلية عريقة، كلية الصيدلة لها خبرة ولها أعضاء التدريس لهم خبرة أكاديمية كبيرة ولها تجربة. يعني البرنامج متاعها نعم فيها ضعف، فيها أخطاء، ولكن بالإمكان تصليحها. لا يمكن رفض برنامج كلية الصيدلة بهذه الطريقة. يبدأ شنو المفروض كان يكون؟ المفروض أن المركز ضمان الجودة يقول يا كلية الصيدلة عندكم نواقص في برنامجكم الدراسي اللي هي 1 2 3 4، عليكم باستيفاء هذه النواقص خلال 3-4 شهور أو سنة أو سنتين، وبعدها نبعث لكم فريق تفتيش آخر يقوم بالنظر هل أنتم قمتوا بهذه التصليحات أو لا. هكذا يكون الأمر. ولكن أن يرفض الأمر رفضا تاما فهذا خارج أي منطق وخارج أي مفهوم لضمان الجودة. أنا هذا رأيي. فما هو الحل الآن؟ حل أن كلية الصيدلة بصراحة لازم تنشط باش ترد اعتبارها، لأن هذه أنا واحد من الناس اللي كنت عضو هيئة تدريس كلية الصيدلة صدمت. ليش؟ لأن هذه ما زالت كليتي، وما زلت يعني لي انتماء لهذه الكلية، وما زلت لي انتماء لهذه الكلية، وما زلت نحس بهذه الكلية. وبالتالي لازم كل أعضاء هيئة تدريس كلية الصيدلة جميعهم لازم يتضافروا على الرد على هذا القرار بطريقة علمية صحيحة. وهذا ليس بالصعب، هذا سهل جدا، هذا ليس بالأمر المستحيل. كلية الصيدلة من كليات العريقة، برنامجها ليس بالبرنامج المثالي ولكنه ليس بالسيء كذلك. بالإمكان إصلاح الكلية. أنا من الناس اللي مستعد أن أساعد في هذا الأمر بصفتي عضو هيئة تدريس سابق متقاعد طبعا، وبصفتي صيدلي يهمني أمر كلية الصيدلة، لأن مصيبة هذه لما يرفض اعتماد برنامج لكلية الصيدلة معناها كلية الصيدلة السلام عليكم خلاص انتهى أمرها. هذا رأيي بالموضوع، سامحوني إذا أطلت عليكم قليلا، وإن شاء الله نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يربط بين قلوبنا لكي نقوم بما فيه صالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.